أخبار اليوم. جائزة الدولة التقديرية والتفوق التشريعية، نتمنى لهم يعني مزيد من العطاء والنجاح والتميز وخدمة المجتمع. كمان يعني بنحتاج الفرصة لتقدم بالتهنئة لشباب الباحثين فازوا بجوائز الدولة التشريعية. لأول مرة عندنا شباب باحثين لم يحصلوا على مرتبة الرابعة، وده دور يعني بيعكس الدعم اللي بتديه الدولة حاليا والقيادة السياسية للشباب وشباب الباحثين. كمان بهنئ الباحثين الأفارقة من دولة غانا وموريشيوس الفائزين بجوائز أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مدينة قصر. دكتور، في حاجة لفتت انتباهي من أول ما دخلنا على أعضاء كلهم هل ده له علاقة بالجوائز أو حاجة؟ لا لا لا، هو مجلس الأكاديمية بيبقى مجلس عادي جزء من جدول أعماله هو إعلان جوائز الدولة، لكن بيبقى فيه مناقشة ومتابعة من مجلس الأكاديمية للمشروعات والبرامج اللي بتدعمها الأكاديمية. فمجلس الأكاديمية طبعا له الحق ان هو كل فترة يسأل المشروع الفلاني اللي دعمناه بكذا مليون وصل لإيه وكده. فكان من ضمن المشروعات اللي دعمتها الأكاديمية هو برنامج لإنتاج سلالات جديدة من الأرز عالية الإنتاجية، إحتاجتها من الماء قليلة ومبكرة النضج. فكان السؤال احنا وصلنا لفين في المشروع ده نوع من المتابعة يعني. فكانت الإجابة إن بالفعل المشروع يعني ناجح الحمد لله. المشروع بيتم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة، ومش بالتعاون، مركز البحوث الزراعية هو الجهة الرئيسية، احنا بندعمه فنيا وماديا فقط. المنتج يعني زي ما انتم موجودين كنا، بس بنؤكد بدون يعني اللجوء للطرق العاديه لتقديم التقارير، وهي تقارير ورقيه مكتوبه او عروض كده، هذا المنتج موجود وتم دراسته وتم دراسه كل المراحل بتاعته وبقى منتج موجود في الاسواق. شكرا جزيلا.